وصلنا لفقرتنا الأخيرة سالي. يعني رغم ضيق الحال ببعض الأحيان وضيق الوقت يعني نحن عم نعاني منه بشكل عام بحياتنا بسبب العمل بسبب الدراسة بأسباب عديدة بنلاحظها بحياتنا اليومية، بس في لسه أشخاص عم يحاولوا يلاقوا وقت للآخرين، وقت يقدروا يساعدوا فيه من خلاله المحيطين بظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وأيضا الصحية بسبب فيروس كورونا. جمعية ساعد هي من الأشخاص اللي فعلا عم تقدر ان هي تستمر بفعالياتها ومبادراتها. رح نتعرف اكثر عن فعاليات ومبادرات جمعية ساعد مع علي السعيد مسؤول بمبادرة كتر خيرك ليربص غيرك. يسعد صباحك علي. صباحكم جميعا. صباح الخير عدي. بداية خلينا نحكي عن الحملة قبل ما نفوت بتفاصيل تانية. حملة كتر خيرك ليلبس غيرك، هي الحملة صار لكم فترة مبلشين فيها، هي مو حملة انه هلأ حملة، هي السنة الثالثة هي بتكون ماشية او جزيتها بيرسيل بالتعاون مع جمعية ساعد وشركات وشركة دايركت لاين وجمعيات اخرى. نعم. مشان تشبيك بين جمعيات وتشبيك بين المحافظات. يصير في آلية عمل مشتركة، آلية عمل متكاملة مشان ما يصير في نقص بين هون مثلا عم يشتغل بآلية ومحافظة تانية بآلية. شبكت الجمعيات كلها تسوات لحتى طلعت بمبادرة اسمها كتر خيرك ليلبس غيرك. حلو. اللي هي عم يبدأ تجميع الأواعي، غسيلة كوية والتوضيبة وتوزيع على الأسر المحتاجة لهذا الشيء. تقريبا بكم محافظة الحملة موجودة وتقريبا كيف عم تكون هي آلية توزيع الملابس؟ هلا نحن موجودين بثلاث محافظ بأربع محافظات، محافظة دمشق وريف دمشق ومحافظة اللاذقية ومحافظة حلب. موجودين كذا جمعية مشبكين سوا ماشيين على نفس الآلية وعم نشتغل فيها. آلية التوزيع حتتم عن طريق الأسماء اللي موجودة عندنا، دراسات اللي موجودة عندنا. حنبلش بالعيال الأشد فقرا ومن ثم الأعلى. في عالم بتسجل معكم طبعاً. هي أو بتبعت لكم أو بتتواصل معكم أنه هن فعلا بحاجة لمساعدة؟ طبعا هذا الشيء على صفحتنا موجود وعلى صفحة الحملة كمان موجود على صفحة الجمعيات موجود عن طريق البريد. في فريق مختص بهذا الشيء وفي فريق مختص انه هو يطلع يوزع للاشخاص اللي هن بحاجه التوزيع. حلو كثير. يعني في كثير انشطه علي عم تقوموا فيها، من توزيع اسطوانات الاكسجين الغاز طبعا بعد موجه كورونا، مو بعد يعني لساتنا من اول الازمه وما زلنا حاليا لسه بعد الازمه بعد كورونا الثانيه، لا كورونا جائحه الثالثه ايضا. الذروه الثالثه تماما الذروه الثالثه. يعني كيف هلا بهي الذروه الثالثه عم تقدروا تامنوا لعدد اكبر من المرضى؟ مثل ما حكيتني هلا تحت الهواء انه في حالات كثيره ايضا عم تجيكم، ومنها الاشخاص الشباب يعني اللي عمرهم 19 عم تصيب عمر الشباب هلا صايره كمان. يعني ما عدا الموجات محصورة اللي قبل، الموجة الأولى والثانية كانت عم تصيب أكثر شيء الأعمار فوق الثلاثينات، عم تكون خطيرة عليهم. أعمار الشباب عم تمرق خفيفة. بهي الموجة لاحظنا بالفحوصات اللي عنا والتقارير الطبية اللي عنا عمر الشباب عم تكون عليه خطير كمان، ما أنا عم تكون عم تمرق عادية. ما عاد اكتفت بس إنه تكون خطيرة على العمر الكبير، صارت خطيرة حتى على العمر الصغير، على عمر الشباب كمان صارت عم تجي عليه خطيرة. توزيع اسطوانات الأكسجين كيف عم يتم؟ هل هو عن طريق اتصالات هاتفية مثلا فورية أو عن طريق المجتمع الأهلي؟ كيف بتقدروا تعرفوا أنه هاي العائلة بحاجة وبيتواصلوا معكم؟ هلا في فريق طبي نحن موجود عندنا، هو عم يطلع يكشف على كل الحالات اللي هي بحاجة اسطوانات. عم يخبرنا فيها، عم تجي أقرباء الشخص المصاب عم يستلموا فورا من عنا. في مشافي عم تبعت، في دكاترة بتعرف انه جمعية ساعد موجود اسطوانات عم تبعت كمان. بس تأمين الاسطوانات يمكن هو مانو بالسهل، انت كيف عم تقدروا تأمنوهم؟ وهل في داعم يعني جهات اخرى عم تشارككم بهذا الموضوع؟ الدعم هي المجتمع الاهلي. احنا دعمنا دائما بشكل موصول للمجتمع الاهلي، الاول والاخير هو المجتمع الاهلي. تامين الاسطوانات جدا صعب، ما انه سهل يعني. بقدر انه اذا بدنا نشتري بدنا نامن 10 اسطوانات
متعذب يمكن يومين ثلاثه لنقدر نأمنهم. ما انه بشي سهل يتأمن هذا الشيء. اكيد يمكن جهودك متضافره وعم تبذل ايضا لتامين اي شيء عم بتقوموا فيه انتم كشباب. ايضا هلا من المعروف انه دائما جمعيه ساعد لها دور كبير بشهر رمضان وتتحضروا لها بشهر رمضان. هالسنه مع فيروس كورونا كيف فيكم تقدروا تعملوا فعالياتكم؟ هلا نحن كنا بظل الحجر السنه الماضيه تبع رمضان، كنا بمكان مغلق ومعقم، كل شيء معقم باشخاص جدا معدودين قاعدين بالتعقيم باللبس الواقي بالكمامات بالكفوف. كنا خلية نحل، بس خلية نحل صغيرة بمكان مغلق تماما، بمكان مغلق مشان يكون كلياته معقم، ما يكون في شيء خارج، كل شيء مسيطر عليه، ما نفقد السيطرة على شيء. هاي السنة ان شاء الله حنرجع على نفس المكان اللي هو الجامع الاموي، حنرجع عليه كمان حيكون معقب بشكل تعقيم واجراءات معينه. طبعا حيكون مع لبس واقي، مع كمامات، حيكون اخذين كل معايير الحذر بهذا الشيء اللي أكيد. لازم نكون موجودين فيه مشان ما نتوسع بزروة اكثر من هيك. ان شاء الله يا رب. اكيد رح تستمروا بموضوع اسطوانات. طبعا موضوع الاسطوانات اكيد حيكون موجود. يعني طيب في عدد تقريبي لعدد الاسطوانات يلي عم يتم توزيعها، واعاده تدوير الاسطوانات كيف عم يكون بين الاشخاص والمرضى؟ هلا عدد الاسطوانات اليومي رح احط لك رقم وسطيا 50 اسطوانه يوميا بيتم توزيعها. 50 اسطوانه بتمر حالات يمكن بساعتين ثلاثه نوزع ال 50 اسطوانه. تدوير الاسطوانات اي مريض عم ينشفها فورا عم يرجع يرجعها على مقر الجمعيه، عم يرجع ياخذها مريض ثاني بعد ما تتعقم وتتعقم كامله وترجع تعبئتها تماما، عم يرجع ياخذها مريض ثاني. التدوير عم يصير هيك من مريض لمريض بده يكون. يعني علي ممكن نحن نعتبر انه في اولويات ايضا بالتوزيع للاشخاص الاكثر خلينا نقول خطرا من الاشخاص يلي ممكن عم ياخذوا الاسطوانات، يعني يمكن انتم عم تشوفوا الحالات. نحن ماشيين على بروتوكول. تفضل هذا اللي نعرفه. هو ثلاث مراحل، مرحله تحت ال 80 بده مشفى وليس اسطوانه. العالم ما عم تعرف أكسجة. هذا الشيء اكسجته بدها تكون تحت ال 80 بده مشفى فورا لانه بده الاكسجين يكون نقي وضغطه عالي. الاسطوانه ما بتعطي الضغط العالي لحتى ترفع له اكسجته، بده حصر مشفى. من ال 80 لل 90 بيحتاج الاسطوانه انه بتنحط له الاسطوانه بترفع له الاكسجين. من ال 90 لتوصل للحد الطبيعي اللي هو فوق 96 على جهاز توليد الاكسجين تبع الكهرباء. هو هذا البروتوكول اللي نحن ماشيين عليه، فنحن تحت ال 80 ما بنسلم. وفي عندكم اطباء بهن بيكشفوا على موضوع الاكسجه الجسم؟ طبعا يعني بيكون جاينا مثلا تقرير طبي، كمان بيطلع فريق طبي بيكشف على الحاله مشان تامين الاسطوانه، لانه ممكن يصير غلط من طبيب، ممكن ما يكون مكاتب نسبه الاكسجه. فنحن تحت ال 80 ما فينا نشارك بايذاء مريض. اكيد نتمنى الشفاء لكل الاشخاص لكل. المرضى يا رب، وهيك تمروا هاي الموجه ان شاء الله الثالثه على خير. بشهر رمضان شو محضرين هالسنه؟ محضرين كمان كل سنه وجبات الافطار، وجبات الافطار والتوزيع حيتم كل سنه، بس حيتم التوزيع بشكل تعقيمي كامل. ما حيصير اختلاط، حتتوزع بنفس مبدا السنه الماضيه. حنحاول نعمل انه خليك انت بالبيت نحن بنجيب لك اياها، نرجع على نفس مبدا حمله خليك بالبيت. اكيد اكيد في تعاون مع اهل الخير طبعا للتبرعات، لجمع التبرعات وخاصه بظل الظروف الراهنه، يعني خطوه جدا مهمه هلا نحن بحاجه لها. ان شاء الله هيك الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب. وان شاء الله يا رب هلا من خلال شاشتنا وانت متواجد حاليا معنا، وبنعرف انه جمعيه ساعد هي بشهر رمضان لها دور كثير كبير، لكل حدا تابعك ما يقصر باي مساعده. هي بدي اعتبرها خلينا نقول اعلان انه اي حدا دعوه للكل اللي بيقدر يساعد مع ساعد اكيد مشان ما حدا يضل جوعان اكيد ان شاء الله. يعني يمكن هي الوقت هو اكثر وقت نحن محتاجين فيه للتكافل الاجتماعي ولحتى نوقف جنب بعضنا، تشابك بين ايدين بعض، نكون كلياتنا مشبكين ايدين بعض، لانه يعني فعلا اذا الجار بيقسم رغيفه بالنص مع جاره فهون ما حدا بيضل جوعان. شكرا كثير لك علي ولوجودك معنا، وان شاء الله بتمنى لكم التوفيق يا رب بنشاطاتكم الحاليه والقادمه. الله يخليك يا رب.